الذي حظر في المادة 21 منها التوظيف إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وقرر خميس حفظ 13 ملفا بتوظيفات حصلت بعد صدور القانون، فيما ادعى في الملفات الأربعة الأخرى على مسؤولين في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ووزارة الثقافة وهيئة أوجيرو ومديرية اليانصيب الوطني اللبناني، كان أبرزهم المدير العام لأوجيرو عماد كريدي. وطلب من غرف ديوان المحاسبة حيث أحيلت أوراق الإدعاء طلب وقف صرف راتب 462 شخصا بينهم 453 جرى توظيفهم في هيئة أوجيرو. في هذا الوقت يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية الإضراب، وأكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين يوسف الظاهر في خلال اليوم التضامني مع الجامعة على أحقية المطالب. ناقصة 40 مليار هيك بالمباشر لحتى تقدر تمشي حالها، لا فيها تدفع مستحقاتها، بدها تحاول تقص من هون وتقص من هون وتقص من هون، وتم حساب المختبرات حساب حقوق مكتسبة للأسد. هيدا أول شغلة. وتاني شغلة نحن بنقول إنه هال 40 مليار لازم بالعكس الجامعة اللبنانية ميزانيتها كلها تطلع بحدود ال 400 مليار، لازم بالعكس تكون 800 مليار. وزير التربية أكرم الشيب رد في بيان على ما تم تداوله من كلام جاء على لسان وزير الخارجية جبران باسيل بشأن إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية قائلا: لو كنت وزيرا للتربية كنت عرفت ربيتكم. وذكر الشيب في بيانه الوزير باسيل بأن أساتذة الجامعة مربيين وليسوا بحاجة لتربية، فهم مربون قوامون على تربية جيل من الطلاب، هم عماد المستقبل. وجدد شيب دعمه لمطالب الأساتذة المضربين والجامعة اللبنانية، وختم قائلا: أما فيما يتعلق بأمنيته أن يكون وزيرا للتربية فأذكره بأن لوزارة الخارجية مهاما كثيرة تشغله، فليترك مهام التربية للقيمين على وزارة التربية. اعتكاف القضاة مستمر، ونادي القضاة يحدد في ندوة الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك. التفاصيل لتريس خوري. القضاة مددوا اعتكافهم طالما أن السلطة السياسية غائبة عن السمع. ماذا قالت رئيسة نادي القضاة أماني سلامة؟ لم يتردد السياسيون كل فترة بمحاولات تقويض عمل السلطة القضائية والمس بصفتها الدستورية المستقلة، سواء عام 2017 عندما جرت محاولة توحيد التقديمات الاجتماعية لكل صناديق التعادل بما فيها صندوق تعادل القضاة، وتسببت سلسلة الرتب والرواتب بخلل بين راتب الموظف العام الذي أمسى أعلى من راتب القاضي. المحامي جاد طومي ممثلا نقيب المحامين السابق عصام كرم تحدث عن أهمية الجسم القضائي في زمن المهاترات. أطلب منه عدلا في الناس وانضباطا في الحضور إلى دار العدل وتعاليا عن الضغوط والاتكاء، إذ يقضي وهو الفاروق على ذمته وعلى كتابه، فأنا ضد عبارة ارفعوا يدكم عن القضاء، لأن من يرفع يده مقتدرا يعود فيضعها بالاقتدار نفسه. وفي حملة الدفاع عن القضاء قال القاضي السابق منيف حمدان: بئس دولة لا تحترم قضاءها. نحن نتمنى ونحن على مشارف وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وفيه كثير من الشخصيات الطيبة المستقلة الرائعة والتي تريد وتعرف أين يكمن سر مصلحة البلد. نتمنى عليهم أن ينصف القضاة. الكل معتكف، ولكن السلطة السياسية ماضية في مشروع قدم الرواتب والحصومات العشوائية وفق ما أشار مصدر قضائي لإذاعتنا. تراز الخوري، صوت لبنان. طمأن رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير في خلال إفطار إلى أن وضعنا لا يزال قابل للاستيعاب إذا توفرت الخطة المطلوبة. رنا ريشة والتفاصيل. أكد رئيس مجلس إدارة بنك بيروت دكتور سليم صفير في خلال إفطار على شرف الجسم الإعلامي أن وضعنا الاقتصادي لا يزال قابل للاستيعاب إذا توفرت الخطة المطلوبة، فالسيولة موجودة وليرتنا ثابتة، لكن غياب النمو الاقتصادي مشكلة كبيرة تضعنا في وضع دقيق. كلنا نعرف أن الدولة واجب عليها أخذ إجراءات تصحيحية بهدف التوصل إلى استدامة الاستقرار الضريبي وإعادة بناء الثقة والحفاظ على سعر صرف الليرة والقيمة
شرائية، إلا أنه هالإجراءات لازم تتم من ضمن إطار سياسي اقتصادية شاملة تاخد بعين الجدية مسألة ترشيق القطاع العام وتخفيض النفقات غير الانتاجية. صفير وضح بالتفصيل مسألة ربحية المصارف وكيفية توزيع الإيرادات المحققة. حوالي 62% من مجمل الإيرادات، إيرادات الربحية بتروح للمودعين، 62% بتروح للمودعين، 20% بتروح مصاريف تشغيلية وبينضاف إلى كلفة المخاطر، بيبقى 18% تسدد منها الضرائب على الفوائد والأرباح، وعلى أساس الموازنة الحالية بيبقى من هالنسبة النص. وتمنى صفير أن تكون موازنة 2019 بداية لخريطة طريق واضحة، وأن لا تكون موازنة حسابية تفتقر إلى المضمون الإصلاحي العلمي ولا تؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى الأمام. من أوتيل فور سيزنز، رنا ريش عيد، صوت لبنان. توسع الاشتباك السياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي من على خلفية الحكم الصادر في ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن إلي غبش إلى ما نسب إلى وزير الخارجية جبران باسيل من كلام بشأن السنية السياسية. ردود الفعل الرافضة وصلت إلى حد مطالبة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بإعادة النظر بالتحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، مؤكدا من دار الفتوى أن رئاسة الحكومة مركز توزيع الصلاحيات ويجب وقف التمادي بحقها. في مسلسل ما عم بيوقف من الاعتداءات على كل الأفرقاء السياسيين اللي بيعتبروا هو أنه مختلف عنهم، هلأ أضاف لهم رئيس الحريري وأضاف لهم السنية السياسية، وهذا احنا بنعتبره تمادي غير مقبول، وهو بخرب التوازن بالبلد، وهو نتيجة سياسة طويلة أوصلتنا لهون. لا، ما رح نقبل باستمرار هذا المسار السياسي، وهذا التحالف اللي أنا كنت جزء من أول الناس اللي اشتغلوا عليه حقيقة يجب أن يعاد النظر فيه وبقواعده بأسسه من الطرفين. تداعيات الحكم تفاعلت قضائيا أيضا، وأفادت المعلومات أن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طلب إيداعه ملف المقدم الحاج، فوصله الجواب خطيا بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يبدو أنه ممتنع عن إرساله إلى محكمة التمييز، وكان قد غادر المكتب، ما أدى إلى إرجاء إحالة الحكم إلى الاثنين المقبل، علما أن نقد الحكم من قبل التمييز العسكرية يعيد المحاكمة مجددا بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن. وقالت مصادر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن رئيس الجمهورية ميشيل عون لم يوقع بعد مرسوم تشكيل الهيئة الناظرة في الاعتراض الذي قدمته المقدم سوزان الحاج بقرار طردها من عملها الذي أصدره المجلس التأديبي في المديرية في كانون الأول 2018. وأضافت المصادر لصحيفة الأخبار أن المرسوم لم يعد بحاجة سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية، وأنه أحيل على بعبدة منذ 3 أشهر. مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أعرب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب وليد جملاط عن قلقه إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، داعيا إلى انتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهم خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة، وإعطائه الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم. ماذا جاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية بعد الفاصل؟ بهالحالة الاقتصادية هالسبت والأحد 20,000 ليرة فورا إلك كل ما بتشتري 150,000 بكل فروع لو شاركوتي 16. بعد التدبير رقم 3 لمن البلاغ رقم 1 للعسكر للشارع لسادر أم لمجلس النواب؟
حامل رابطة الدم والوكالة النيابية العميد شامل روكوز يتحدث لليوم السابع السبت 9:30 صباحا عبر صوت لبنان. الموازنة بين سندان الحكومة ومطرقة النواب، فهل يتبرأ منها مهندسوها بالتقسيط فيدفع اللبنانيون ثمنها نقداً؟ هل تصمد أرقامها تحت مطرقة شركات التصنيف؟ وماذا عن وضعها القانوني؟ جرازيلا خوري تناقش هذه المحاور وغيرها في كواليس الأحد مع ضيوفها الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، الوزير زياد بارود، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلي. كواليس الأحد 10:30 عبر صوت لبنان. توج رئيس الحكومة سعد الحريري مشاركته في القمم العربية في مكة بلقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الصفا في مكة. وكان الحريري التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعرض معه آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. كذلك التقى عددا من رؤساء الوفود والمسؤولين المشاركين في القمة، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعراقي برهم صالح والفلسطيني محمود عباس ووزير خارجية ماليزيا، وتناول معهم مجمل الأوضاع والتطورات العربية والعلاقات الثنائية. في المقابل أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن محور المقاومة هو اليوم أقوى من أي وقت مضى، وشن في احتفال بمناسبة يوم القدس الذي شهد عرضا عسكريا رمزيا لوحدة القدس في الحزب هجوما حادا على السعودية، واصفا القمم الثلاثة التي انعقدت في مكة بأنها قمم استغاثة سعودية تعبر عن الفشل والعجز أمام الشعب اليمني. وانتقد نصر الله موقف الوفد اللبناني في القمة العربية. نعتبر أن موقف الوفد اللبناني الرسمي في القمة العربية موقف لا ينسجم مع البيان الوزاري. نعم، نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة. إذا الأمريكان بده يضلوا فاتحين هذا الملف، خلي يأخذ كل العالم علم، نحن سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان. ماذا جاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية؟ تراز الخوري. جدد البيان الختامي للقمة الإسلامية 14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكة التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي بما يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية. وإذ دعا إلى التطبيق الكامل للقرار 1701، أكد المؤتمر في البيان حق لبنان في استكمال تحرير كامل لأراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعة وتلال كفرشوبة اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر. وفي ملف النازحين السوريين شدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، داعيا إلى مؤازرة ودعم لبنان في تحمل الأعباء. وأكد المؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية مشددا على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، رافضا أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وطلب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري إلى حدود 4 حزيران 1967 وعدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الجولان، ودان القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية معتبرا أنه غير شرعي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خلال لقائه الوزير السابق الطسخوري في واشنطن الدعم الكامل للبنان ولحكومة الرئيس سعد الحريري والقوى الأمنية والجيش اللبناني. وكان بومبيو حث ألمانيا على أن تحذو حذو بريطانيا وتحذر حزب الله. وأبرز بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني في برلين أهمية التصدي لتهديدات النظام الإيراني. وقال بومبيو الذي بدأ جولة أوروبية تشمل أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا، قال: نسعى إلى أن نضع حدا لنشاطات إيران الخبيثة. في موازاة ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية كبيرة مع نظيره القبرصي للتدريب على الحروب المفتوحة ومكافحة الإرهاب. وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تدرب على الحروب المفتوحة وعلى القتال في جبهة تحاكي جبهة جنوب لبنان، وبأن الحرب في لبنان تتطلب التدريب المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي على القتال لأوقات طويلة وفي أجواء مختلفة، مثل التدريب على الحوادث الكبيرة أو الكوارث المفاجئة. إلى ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم توجيه رسالة حازمة تجاه التدخلات الإيرانية. أما رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني فأكد أن مشاركته في أعمال قمم مكة الثلاث تأتي انطلاقا من دعم بلاده للعمل العربي والإسلامي المشترك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن ترشحه لولاية الرئاسية الثانية في منتصف حزيران. هاجم موظف مجمعا حكوميا في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة، وأطلق النار عشوائيا في هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 4 آخرين على ما أعلنت الشرطة. وقتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع أخبار كرة القدم. الليل مساء رح بنكون مع خاتمة الموسم الأوروبي مع المباراة النهائية للتشامبيونز ليج اللي رح بتصير بالعاصمة الإسبانية مدريد بين ليفربول وتوتنهام، مباراة إنجليزية 100%. ورح يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المسابقة، هو يلي حرم الأندية الإنجليزية من المشاركة في هذه المسابقة لأكثر من 15 سنة من بعد مجزرة تيسر سنة 1985 بمواجهة فريق يوفنتوس، وقت نزلت جماهير فريق ليفربول على أرض الملعب وتسببت مجزرة حقيقية. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع كرة القدم، رح بيصير بكرة ببكفية بمشاركة أبرز السائقين اللبنانيين، 42 سيارة رح تاخد خط الانطلاق من ساحة بكفية وصولا إلى منطقة النعص. أما بالختام فرح نكون مع أخبار التنس وتحديدا دورة رولان جاروس عند الرجال، وبالدورة الثالث انتصارات لنيشيكوري، فيدرير، بير، لونديرو، مايور، نادال، فاندروزا، سيباستوفا، مارتيتش، كانابي، مجروزا بيكونوا الأفضل عند السيدات بالإضافة إلى سافنز، فيتيتش، كونتا وماديسن كيز. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل، كما يتكون ضباب محلي على الجبال. كان في هذه النشرة مشوار طويل ينتظر الموازنة في البرلمان، وسامي الجميل يدعو إلى تعديلها. هذه الموازنة بتحمل مسؤوليتها كل أفريقاء الحكومة، ما يجوا بكرة نواب هالأفريقاء هول يعملونا مسرحية مجلس النواب. تراشق ساخن بين التيار والمستقبل وتداعيات قضائية على خلفية حكم الحاج غبش. الحريري يلتقي الملك سلمان وولي العهد، ونصر الله يهدد بمصانع للصواريخ وينتقد موقف الحريري في القمة. موقف لا ينسجم مع البيان الوزاري. القمة الإسلامية تدعم الحكومة والشعب اللبناني لتحقيق الإنجازات الإصلاحية وتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية.
من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار.